السلام عليكم، شلونكم؟ لاباس. صباح خلونا جماعة الخير. اليوم راح افرجك على رابر جديد على الساحة اسمه كاتاني، رابر محترم متواضع. راح نتفرج على اغنية زعماء لانه كثير انطلبت مني هاي الاغنية على الانستغرام كثير. ايش رايك تغني تحدي؟ امبارح انت ما تحديت لطفي دبل كانون، حبيت تشاركه، اليوم بدي اياك تتحدى. ايش رايك؟ ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة تتحدى؟ انه مو اتحدى وانا ما ادخل اوكي غني، بس انا مثل انا اكثر من مرة احكي انا مستحيل ادخل تحدي مع اي رابر. اوكي، المهم راح اعطيك قصيدة، انت تحب تغني بالفصحى. مظبوط. تمام، راح اعطيك اصعب قصيدة بالوطن العربي، عندك ساعة بس تلحنها وتزبطها وتعمل كل شيء. اوكي؟ اوكي. وتغنيها. اقل من ساعة تكرم عيونك. اللي هي قصيدة الاصمعي. ماشي. ماشي. تعرفها قصيدة الاصمعي؟ تعرفها؟ ايش تعرف عنها قصيدة الاصمعي؟ صوت الصفير البلبلي بعدين ما حافظها. قصيدة الاصمعي وقصتها معروفة ومشهورة، وهي من اصعب قصائد العربية. صعب حفظها، مو سهل حفظها، فهو بدي اياه يغني لي اياها بالراب. يعني انت نقي اللحن على كيفك، اوكي؟ ماشي. ظبط اللحن، عندك ساعة. انا ما يهمني اصلا اذا حتى اللحن اللي راح اجيبه عليه كوبي رايت ولا ما عليه كوبي رايت، مو مهم. المهم يعني تعمل مزبوط، اوكي؟ وتشوف. صوت صفير البلبلي هياج قلب التاملي، الماء والزهر مع مع زهري لحظ المنقلي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيملي غزيل عقيقلي، قطفته بالوجة من لكمي ورد الخاجلي، فقال بس بستني فلم يجد بالقوبلي، وقلت وسوس وصل فجاء صوت من على، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، فالخوذ ما لطارب من فعل هذا الراجل، فولولت وولولت فلي ولي ولي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي، لما رأته اشمط يريد غير القوبلي، وبعده لا يكتفي إلا بطيب الوسطري، قالت لو حين كذا إنه وجد بالنسبة، وكنت يتلسقنني قهوة في العسل، شممتها بأن في أسكى من القرنطلي، يوصي بالثاني الحلي بالزهر والسرور لي، والعود دندان لي والطبل طبقاب لي، طب 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 لي، والرقص قد طاب لي، والسقف سق سق ساق لي، شوا شوا وشاهش على والرقص فرجلي، وغرد الغم يصيح مال له في مال لي، ولو تراني راكبا على حمار آسر تمشي على ثلاثة كمشية عرنجلي، والناس ترجب جأملي بالسوق بالخلقولني، والكل كحكك حتى خلفي ومن حويدت، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقري، إلى لقاء مالك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدام أجر فيها ماشيا مبغدا لبجلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زغري فتعجز عنها الأدبري، نقشتها بأنملي على صخرة من جبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. يا جماعة احكي رأيكم بكل صراحة، أنا بالنسبة لي عجبني، مش لأنه أخوي بس فعلا عجبني هاي القصيدة الصعبة جدا. راح أترككم الرابط بالوصف، أتمنى تروحون تشوفونها وأنتوا قيموا يا ترى يقدر يتحدى الكتاني ولا لا. فكتبوا أنتوا بتعليق هالشي هذا وروحوا على قناتهم ودعموهم. إن شاء الله كل التوفيق أبو حميد حبيب قلبي، وعلق كمان أول تعليق بقناته، راح تلاقون كمان أول تعليق اللي راح أثبته، كمان علق وحط رابط أغنيتك. أوكي تمام لي. تمام أوكي. بس بربكم أحلفكم بالله إذا عجبتكم أفعلهم الجرس. يا جماعة أتمنى تسامحوني إنه ما طلع وجه أحمد، والله ما انتبهت، وتسوى أنا قام أعمل المونتاج انتبهت إنه وجه أحمد مو طالع بردة فعل على كتاني وبردة فعل على تفيد بالكانون، فأتمنى تسامحوني. وأحمد سافر يعني خلاص حتى هاي ما عاد تزبط، ف أوكي أتمنى تسامحوني وتشوفون ردة الفعل بدون وجه أحمد. بس يعني لما يطلع يحكي يطلع وجهه يعني. أوكي أنت شوفوا الفيديو راح تفهمون. La bonne musique et la bonne écoute. Ogeria, c'est Qatari sur DS Art Demia. Rèche la 40, Constantine, Alger, les cabines, narcomata sa face, on est là comme Jean. وهذا الفيديو الكليب بعد اجي بعد ما سوينا رياكشن على الفيديو قبل لا مع وحده نسيت هذا قبل اغنيه الغابه الشابه اوكي اللي سوينا عليها رياكشن. تمام تمام لان لحد الان الخصله موجوده هاي.
معاكم حق بالتحليلات الغريبة. هو قال حملاقكم أطاس أطاس. تعرف يعني إيش حملاقكم أطاس أطاس؟ كلمة مازيخية معناها أحبكم كثير كثير. أطاسكم أخاص أخاص. حملاقكم أطاس أطاس. حملاقكم أطاس أطاس. شو رأيك أحمد؟ والله شوف هو صوته حسيته مثل صوت سول كينج، دي شبه بنفس بحث سول كينج لدرجة يعني وقت يغني فرنسي أو هاي وما ينتبه على الصوت الصورة أو ما ينتبه على الصوت شو ما ينتبه على الصورة تمام راح يفكره سول كينج تمام. بس من ناحية الكلمات، الكلمات كانت عادية والطريقة ذات كانت عادية بصراحة بدون زعل. أنا راح أقول بعيد عن الراب. ليش؟ لأنه أنا ما حكيت، أنا دوما أحكي رأيي بصراحة وبدون زعل.
الراب بالنسبة إلي عبارة عن فن هادف لازم يكون له معاني. ما بالنسبة لصوتك، صوتك والله بالنسبة للصوت أنا بصراحة حبيت الصوت، طريقة الغناء حبيتها زادين، الحماس حبيته تمام، بس بالنسبة للكلمات والشغلات هاي بصراحة ما عجبتني كل هالشيء، رأيي بصراحة. تأخذ مكاني كمان. شوف هو قال أشرتهم فالصة، يعني أشرتهم ولا ما بيها أشرتهم مزورة تمام مزورة. هو قال كمان قالت كثير كلمات توعاية، أنه أنت لما تكون صغير مفكر حالك معافية، وبس تكبر تتفطن أنت أنه أنت عملت شغلات تضحك عليها فعلا، ولا تفكر حالك. يعني هو قام يحكي بطريقة شوي كوميدية. من ناحية قام أقول لك يعني أنت قلت ليها كغنية راب، فهمت علي شنو؟ فأنا قلت لك من ناحية الراب تمام، هذا رأيي. أما من ناحية أغنية كأداء أنا حكيت من الأول كأداء فعلا كان حلو، فهمت علي شلون؟ بس إذا تخليها الراب أساسي. طيب إذا قارنته بلطفي دبل كانون إيش؟ صراحة لطفي دبل كانون هو الكينج بالنسبة للكلمات. وبالنسبة للأداء؟ بالنسبة للأداء هذا بصراحة أداؤه كان حلو جدا، حماسي أكثر، بس أنا حبيت أداء لطفي كانون ليش أكثر؟ دخل قلبي. فهمت علي شلون؟ يعني شرح الوجع، يعني مثل ما تقولي وعي على الشاب الطريق الصح، ما يقول لك انه انا اضحي اذكر شغلات، لا، يعني بحاول يوعي الشعب الصح حتى يحاولون يغيرون من الدولة تبعيتها. تمام، معناته شوفوا اغنيته وشوفوا انتو اعطوا رأيكم كمان باغنيته عند قناته. بس بلا مسب. وانت؟ انا شفت حاط انه حاط ترجمة، بس استخدم كلمات فرنسية بحيل وبترجمها. اي ترجمها بس بمحل لا مفهوم، توقعت حالي راح اشوف بس مفهوم. عفسة وراثية، معناها شغلة وراثية. بكل ما تفهمتها بس بكل ما بس اغلبهم ما فهمت. طب ايش ما فهمت؟ نسيت. انا فهمت انه بناس فوق وبناس بالقبر. اغنية حلوة. اغنية حلوة؟ عادي نفس كل اغنية شفتها. أغنية يعني موسيقى ولها يعني جان حلوة، ما يعني الزلمة أبدع، يعني حاول إنه يعطي شيء زين وعطى شيء زين وعجبني. شيء حلو حتى واحد. لو سمحت الخصلة أرفع. أسفتين. أرفع الخصلة يا أخي قطعني، أرفع الخصلة. بس يعني بصراحة يعني أحيي على العمل هذا. فعلا انا بصراحه حبيت العمل. وشغله سول كينج انه يشبه صوت سول كينج، حتى لو بمكانك تسمع شوي معدلين على الصوت تبعه. انا بصراحه بالنسبه لي انا راح اقول هذا عمل شبابي للتسلاية مو اكثر. فهمت علي شلون؟ بس ما انه اغنيه، ما راح اقول هاي اغنيه تراب هادف، لا، وانما اغنيه تسلاية للضحك، وهاي قعده شباب وهيك تسلاية يعني. هيك بالنسبه لهيك قعدات وهالشغلات هاي توب. اما اذا تقول لي راب اقول لك صفر. اوكي، ولهون يكون خلص الفيديو، ونشوفكم فيديو جديد، ويلا السلام.